فيه دلوقتي ونروح لهراري عاصمة زيمبابوي عشان نتواصل مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مرافق بعثة النادي الأهلي هناك في هذه الرحلة ونعرف منه كل الكواليس. زميلنا العزيز فاروق صلاح، الكل هنا متحمس لمباراة الأهلي وبلاتينيوم. يا فاروق طمنا بشكل كبير جدا، قول لنا كل الكواليس اللي عندك، كل الأخبار اللي بتتعلق باستعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة. اتفضل يا فاروق. كل التحيه ليك يا امير والمشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ومتابعي برنامج كلام في الميديا. نفس الحماس اللي موجود عندكم يا امير موجود هنا عند اللعيبه، حاله من الاصرار، حاله من الجديه، حاله من التركيز بتفرض نفسها على بعثه النادي الاهلي. الجميع بيتاهب، الجميع بينتظر لملاقاه فريق بلاتينيوم وتحقيق نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي في المرحله الرابعه لدوري المجموعات لدوري ابطال افريقيا امام فريق بلاتينيوم. زي ما قلت لك يا امير، في حاله من الجديه والتركيز وارتفاع الروح المعنويه عند اللاعبين، ايضا حاله الترحيب اللي موجوده من شعب زيمبابوي اللي بنلمسها في كل مكان، يعني في كل مكان بنروح بنلاقي حاله من الترحيب، حاله من الاستعداد من والشغف من ايضا من جماهير زيمبابوي لمتابعه النادي الاهلي. الجميع بيبقى حريص ان هو يتواجد مع فريق النادي الاهلي وان هو يحاول يلتقط الصور التذكاريه. خليني برضو من خلالك يا امير ان انا اشيد بمسؤول السفاره المصريه ممثله في السفير المصري محمد فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي على المجهود الكبير اللي بيبذلوا افراد السفاره والمسؤولين في السفاره مع فريق النادي الاهلي من يعني تسهيل كافه الاجراءات، سواء في التواجد في مطار روبرتو ماجابي في استقبال البعثه او التنسيق وتسهيل كل الامور داخل زيمبابوي. ايضا السفير محمد فهمي حريص بصفه مستمره على التواجد في فندق الاقامه والتمارين، يعني التواجد في مران الامس والنهارده كان موجود في المران مع اللاعبين وحديث مع المهندس ابراهيم القفراوي اللي عقد اكثر من جلسه مع معالي السفير محمد فهمي ومع الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي لتذليل كل العقبات، تيسير كل الامور على فريق النادي الاهلي. نروح بقى يا امير لاحوال الفريق واستعداد الفريق والحاله الفنيه للاعبي النادي الاهلي، حاله فنيه وحاله جاهزيه عاليه عليها لاعب النادي الاهلي. اطمنك برضو على حاله مروان محسن، يعني كان بعض الشكوك واصابته بكادمه في وجه القدم، لكن انا من خلالك يا امير يعني بطمنك ان امير مروان محسن باذن الله هيكون موجود في اللقاء ملاقاه فريق بلاتينيوم. خلاص مروان محسن موجود معانا ان شاء الله في المباراه. الحاله الفنيه لكل اللاعبين يعني زي ما بقول لك يا امير حاله ما شاء الله مطمئنه لكل جماهير النادي الاهلي. النهارده فريق النادي الاهلي امير كواليس اليوم فريق النادي الاهلي كان تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 7:30 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 11:30 ظهرا، ثم توجه الفريق لأداء المران على الاستاد الوطني لزيمبابوي بالعاصمة هراري. يعني نقدر نقول ان الملعب المراني امير ملعب يعني اكثر من رائع، بيبعد عن مقر إقامة فريق النادي الاهلي ب 10 دقائق. حاله من التركيز زي ما قلنا عند اللاعبين، تواجد افراد السفاره اللي كانوا موجودين ايضا في المران، زي ما قلنا اللعيبه ادت المران في تمام الساعه 3 عصرا. بدا المران مستر رينيه فايلر يختص يعني بدا بمحاضره للاعبين في منتصف الملعب، ثم ابتدى المران. يعني عايز اقول لك لعيبه مجموعه من اللعيبه كلها تألقت النهارده في هذا المران، تألق من عمرو السوليه، تألق من احمد فتحي، تألق من مروان محسن، تألق من كهربا، من وليد سليمان، حاله من الجديه والتركيز بتفرض نفسها على لاعبي النادي الاهلي. ايضا يا امير خليني اقول لك ان في ان شاء الله فريق النادي الاهلي هتوجه للسفر، السفر غدا ان شاء الله الى بولاوايو، هيبقى السفر صباحا ان شاء الله في تمام الساعه 11:30 بالتمام والكمال ان شاء الله. النادي الاهلي هيتوجه لمقاطعه بولاوايو ويكون اول مران ان شاء الله على ملعب تقام عليه المباراه، والملعب يعني بيبعد ايضا عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي بخمس دقائق. ايضا يا امير انا معي في هذه الاثناء هينضم لي في هذه الاثناء استاذه رانيا البحبوحي نائب معالي سفير محمد فهمي سفير جمهوريه مصر العربيه بزيمبابوي. استاذه رانيا برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي ومن خلال قناه النادي الاهلي وبرنامج كلام في الميديا، عايزين من خلال حضرتك نطمن كل جماهير النادي الاهلي على بعثة النادي الأهلي والأجواء هنا في زيمبابوي. الأجواء طبعا زيمبابوي معروفة من هي من أجمل الأجواء في العالم، فمناسبة جدا للتمارين ولأن هم يتابعوا يومهم بشكل طبيعي الحمد لله، ما كانش في إعادة جدولة لأي بند في البرنامج بتاعهم، وزي ما حضرتك طبعا على طول معاهم هم راحوا التمرين النهاردة، كان الجو رائع الحمد لله وخلصوا على خير ورجعوا،
وكل حاجة الحمد لله مترتبة هنا، وعشان يسافروا بكرة إن شاء الله لمدينة بولاوايو اللي هي تقريبا على بعد 435 كيلو، بس بالطيارة إن شاء الله هياخدوا حوالي 50 دقيقة، وكل الترتيبات جاهزة يعني الحمد لله. استاذ رانيا، يعني زي ما قلنا في حاله من الترحيب بنشوفها في الشارع الزيمبابوي، الجميع عنده حاله من الشغف لمتابعه فريق النادي الاهلي، شايفين يعني الابتسامه على وجه الجميع والترحيب بفريق النادي الاهلي، وده امر مهم جدا. طبعا زيمبابوي ومصر من الشعوب القريبه تقريبا ثقافيا كمان، حتى الروح الجميله والترحاب حضرتك اكيد حسيت بيه، وكل النادي اللي منورنا هنا فهم كلهم مهتمين باي فريق مصري يجي هنا، عارفين ان مصر دولة كبيرة في الاتحاد الافريقي وبيهتموا، لان مستوى فرقنا طبعا معروف على مستوى القارة الافريقية، وخاصة زيمبابوي احنا عايشين طبعا معهم، انا بقالي حوالي سنتين ونص معاهم، فهم بيهتموا بالذات بالفريق المصري، وخاصة حضرتك عارف فريقهم كان لسه ليتلي هناك و كأس الأمم الأفريقية كمان، فده قرب شوية كتير من السياح الزيمبابويين راحوا لمصر، حسوا بألفة جميلة جدا وحسوا بتقارب مع الشعب المصري، فهم يعني متحمسين جدا ومنتظرين أيا كانت نتيجة اللقاء ده، هم سعداء جدا لأن هم بيبصوا للفرق المصرية بعين إكبار كمان. يعني استاذ رانيا، يعني زي ما قلنا من خلال قناه النادي الاهلي، احنا بنشكر حضراتكم كمسؤولي السفاره المصريه على المجهود المبذول مع فريق النادي الاهلي، سواء حضرتك معالي السفير محمد فهمي على تواجده بصفه مستمره في كل مران في مقر الاقامه، ده يعني امر احنا بنشكر حضراتكم عليه. العفو طبعا، انتم منورينا، ده شرف لينا وسعاده لينا، ونرحب بكم طبعا في اي وقت، يعني احنا سعداء جدا واحنا بنجهز وبنعد وفرحانين بيكم، وفريق الاهلي طبعا اسم غني عن التعريف يعني، فحتى زيمبابوي كل مواطن زيمبابوي يقابلنا بيسالنا ومهتم ومنتظر المباراه دي ان شاء الله. طقس في مصر يعني حاله من الصقيع وبروده الجو، لكن حماس الجماهير وانتظار اللقاء، هنا الطقس متقلب شويه في زيمبابوي، يعني بنشوف فصول سقوط امطار وحراره ورطوبه، كلها امور برضو الجماهير عايزه تطمن من خلال حضرتك على اجواء الطقس. لا الأجواء جميلة، هي حضرتك ممكن شوية مطرة بس الجو معقول ما بيعديش 26 درجة، بالليل بيبقى لطيف جدا جدا، فما فيش أي قلق من هذا الموضوع يعني، ده على جنب تماما. أستاذ رانيا بنشكر حضرتك، إن شاء الله تكون متواجدة معنا في اللقاء ويكون بالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. أنا اللي شاكرة جدا، وإن شاء الله بتوفيق للنادي الأهلي يا رب. ميرسي. زميلي أمير، ده كان لقاءنا مع الأستاذة رانيا البحبوحي نائب معالي السفير محمد فهمي، سفير مصر بجمهورية زيمبابوي.